تمكين حجيجي الكاتب العام الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات. نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات اليوم بجزيرة جربة حملة تحسيسية للحد من حوادث الطرقات. ناهيك أن ولاية مدنين في الإحصائيات الأخيرة شهدت ارتفاع في عدد القتلى حيث احتلت المرتبة الرابعة، ولذلك كثف المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات من حملات التحسيسية في كامل ولاية مدنين، واختار عديد محاور لتركيز هذه الحملات، منها حزام الأمان، استعمال هاتف الجوال، السرعة المفرطة.